اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، اللهم آمين. هذا دعاء يوم 30 من رمضان المعظم واليوم الأخير وختامها مسك. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، صوما مقبولا وذنبا مغفورا على الجميع إن شاء الله. كيف العادة نبدأ بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامتكم، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله تكونوا كلكم نشاط وحماس وطاقة إيجابية وسرتوا صحة جيدة، وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وأنتم حيين بخير. كما تشوفوا لهنا باش نعمل اليوم خبز بالزيتون والبصل، وباش نعمل فيه شوية معدنوس، باش نعملوكم طريقتي الخاصة ولمساتي الخاصة بالطبيعة، صدقوني يجي بنين بنين على الاخر، وكان تعملوه توا ديما تولوا تعملوا فيه كان في سوا في رمضان والا في الفطار، راهو بنين بنين برشا برشا برشا. نمشوا توا المكونات نتاع الخبز الزيتون نتاعنا. 250 غرام فرينه و250 غرام سميد رطب نتاع خبز، عندي 5 ملاعق اكل كبار زيت زيتونه، عندي ملعقه صغيره خل ابيض، وعندي باكو خميره خبز، وعندي ملعقه كبيره سكر، وعندي مغرفه معناتها صغيره ملح، وعندي ماء دافي، وعندي 70 مللتر حليب دافي، وبطبيعة عندي البصل المقصوص، وعندي الزيتون الأخضر وزيتون أكحل، وعندي بصل مذبل، وعندي بصل خليته نورمال. أول حاجة لهنا كما قاعدين تشوفوا حطيت الخميرة مع السكر مغرفة السكر، وصبيت عليهم الماء الدافي خليهم يتفاعلوا. وتوا باش نحط نصب الفرينة بتاعي، 250 غرام فرينة و250 غرام سميد أرطب، نحطهم في التبس نتاعي ونخلطهم، نخلطهم هكا بالكدا مع بعضهم. نجمو تعملوا فرينه برك وتنجمو تعملوا سميد برك. لهني حطيت رشه هكا مغرفه الملح، خلطها، ومن بعد نصب عليهم من 4 حتى المغرف من 4 حتى 5 مغارف زيت زيتونه. زيت زيتونه هنا راه يعطي بنة للخبز. نبسسهم هكا مع بعضهم، ومن بعد هكا باش نحط لهم الخميرة المتفاعلة مع السكر والماء، ونصبهم نصبوا على السميد متاعنا والفارينة، ومن بعد باش نضيف بالنسبة للحليب تنجموا تعملوا حتى أقل، تنجموا تعملوا 70 مللتر، تنجموا تعملوا 50 مللتر كيما تحبوا، تنجموا تعملوه بالماء كهو ما تعملوش حليب، وتنجموا تعملوه بالحليب كهو كيما تحبوا. اما انا بصراحه ديما نجرب في الطرق والطريقه اللي نلقاها باهيه وتجي احسن، هذيك هي ديما نقعد نتبع فيها. تو لهنا كنضيف في الحليب الدافي، بالطبيعه الحليب لازم يكون دافي والماء دافي ومش سخون، دافي لازم يكون. هكا لهنا حطيت الحليب بتاعي 70 مللتر حليب صبيتهم، وباش تو باش نبدا نزيد في الماء الدافي بشويه بشويه ونعجن. نزيد بطبيعه بشوي بشويه ونعجن. اهم حاجه انه الخبز عجينه الخبز ديما نعجنوها بالقدا، نعجنها مليح مليح. الا تو هكا نزيد الماء بشوي بشويه ونلمها كلها مع بعضها، ومن بعد نبدا نعجن فيها بالقدا بالقدا. وتوا باش نضيف لها زاده، ما تنسوش تضيفوا لها الخل، كان ما عندكمش خل ابيض اعملوا خل تفاح ما يسالش. بالنسبه للخل هنا راهو يعمل كمحسن طبيعي للخبز نتاعنا ويخليه شوشو طري. في المخبوزات الكل نتاعنا ديما لازم نستعمل شويه خل، راهو الخل باهي بالقدا للعجين. هكا هاني زدت شويه خل، وتوا هكا نقعد نزيد في الماء الدافي بشويه بشويه ونعجن لين نتحصل على عجينه متماسكه وطريه، ولازم تكون تلصق شويه ما تبداش يابسه، خاطر عجينه الخبز هذه باش تنجح معاكم وتجيكم طريه وشوشه لازم تكون طريه، ما تكون تعملوهاش يابسه. لهنا باش نحط انا تو العجينه بتاعي على الرخامه، وباش نبدا نعجن فيها بالقدا بالقدا. كنزيد الماء الدافي ونعجن، نزيد الماء الدافي ونعجن لين العجينه تبدا تترشق ما بين يدي.
كيما شفتوا لهنا كيفاش نعجف العجينة، هكا نعجف فيها بداية الزوز و نعجف فيها بداية الزوز لأن تولي تترشق ما بين يدي وتبدأ تترشق كيلو بانة تبدأ وطرية بالكدا بالكدا. ممكن نزيد في الماء الدافي متاعنا، وبالنسبة للماء هكا راهو عينكم ميزانكم، متنجمش نعطيكم كمية معينة للماء خاطر انتم بالعجينة متاعكم وانتم مش تحقق لكم العجينة. هكا المهم تسخنوا دفوا الماء شوية و... واستعملوه هكا انتم الفارينة بتاعكم والسميد. وبالطبيعة لهنا اللي عندها عجانة تستعمل العجانة، واللي ما عندهاش تتبع المراحل وتعجن بيدها. المهم تعجنوها بالكدين تحصلوا على نفس النتيجة نتاع العجانة. وراني يعني حبيت نعجن عندي عجانة، اما حبيت نعجن بيدي بشكل مبتدئات وكل يشوفوا كيفاش الطريقة. اللي ما عندهمش كيما قلت لكم العجانة هكا عجنوها بيديكم، والله صدقوني هكا سهلة. المهم عجنوها بالكدي سهلة، ما هلاك تلصق هي شوية خليتها او كتو حطيتها باش نغطيها بالبابي سلوفان السلوفان سامحوني، ونخليها ونخليها ترتاح لين تتخمر العجينه نتاعنا. توا لهنا حطيت شويه بصل، قصت شويه بصل، حطيت معاه شويه زبده عربي وشويه زيت زيتونه، وباش نخليهم نحركهم على الغاز، نحل عليهم الغاز ونخليهم يذبلوا شوي كرملوا شوي جيست يذبلوا باش من بعد نحطهم في الخبز. وتوا لهنا هكا العجينه نتاعي خمرت، شوفاها هاي خمرت عجينتي. توا نحي منها هكا الغاز الكل، هكا الغازات الكل نحاها، نعملها عجنة باش نحمل هكا الغازات الكل. هكا نعجنها بالكدا نحي من الغازات. وتوا هكا عندي لهنا هذا البصل اللي ذبلته، بعد ما ذبلت طفيت عليه الغاز وهو سخون هكا، حطيت عليه المعدنوس. وتوا هكا زدت شويه زيتون اخضر وزيتون اكحل مالح، وزدت عليه هكا البصل الني زاده، حتى البصل الني عملت فيه. والله صدقوني بالطريقه هذه جاي بنين 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 ما شاء الله، بنين على المحلاه. وريحه البصل هكا المذبل بالزيت زيتونه والزبده العربي ما شاء الله، والله جاي بنين بنين على المحلاه شيء. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، متاكده انه كنجربوه يعجبكم بالكثير من الناس. جربوت كان جربوت ديما تهتمون لاني انا باش نعمل رز خبز، انا كنت التحكيم تاعي لازم نعمل رز خبز. وقلنا الاخذ بعد ما تحطوا البصل هكا اقعدوا ماذا بيك كنت عملوا مكويرات كويرات، حاولوا هكا البصل يدخل من داخل في العجينة، هكا حاولوا كل دخلوا من داخل اقعدوا تعبوا فيه اللي يدخل البصل كتاو لهنا كسخن الفرن تاعي باش نحطهم في الفرن. لهنا ها حاضروا الخبيزات نتاعنا، والله نودكم ومنشهيكم. جاوا بنين على الاخر وكريحتهم
ريحة البصل وريحة الزيتون وريحة زيت الزيتونة وريحة الزبدة اللي فيه، ما شاء الله.